مع دخول موسم الربيع والصيف وارتفاع درجات الحرارة، أكيد غالبا إحنا السيدات نفكر ونبحث عن عبايات تتناسب مع أجواءنا وذوقنا الخاص وطبيعة أعمالنا. في هذه الفقرة رح نتكلم ونشوف جديد العبايات الصيفية مع ضيفتنا في الاستوديو سارة الجربوع، مصممة العبايات. هلا وسهلا بك يا سارة. هلا فيك حبيبتي سارة، منورتنا أول شيء ومبسوطين وجودك معانا. يعني بس في البداية كلمينا شوية عن نفسك، كيف دخلتي هذا المجال خصوصا تصميم الأزياء، وليش إيش اللي شدك فيه؟ معكم سارة الجربوع، مصممة عبايات هدف. للأمانة أنا محبة للمجال من صغري، مع أن دراستي كانت تماما مختلفة عن هذا المجال. إيش دراستك كانت؟ قانون. قانون؟ ولا لي أي علاقة بالفاشن ولا قد درستها. شفتي صاروا كذا بنات بس أبدعوا. صح، يعني أنا دائما أقول أنت أمشي ورا هوايتك حتى لو كانت متأخرة. يعني أنا اكتشفت موهبتي آخر، يعني حبيت أني أمشي في هذا المجال آخر سنتين في الجامعة، بس كنت شوي على نطاق ضيق، خاصة قيود الأهل كانوا خايفين مرة أني ما أكمل، لأني أنا فاجأتهم في نص الطريق. فجأة صرت أصير فاشن ديزاينر، وأنا أوريدي خلاص باقي لي فترة بسيطة للتخرج. وأهلي مهم، يعني خذي الجامعة بعدين ادرس المجال، خذي ماستر في المجال اللي أنت تبينه، بس خلاص دامك مشيتي في هذا يعني المجال كملي فيه. في البداية كنت على نطاق ضيق بين الصديقات والأهل، بعد التخرج كانت الانطلاقة الرياض والخليج كله الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله عليك سارة. طيب سارة، يعني أنا أحس بالذات الأبي مو أي واحدة تقدر تدخل وتستمر، لأنها لازم تكون هي البنت خلابة، هي تبتكر، هي تعرف تجيب الموديلات الصح، لأنه كثير قاعدين نشوف السوق الآن كل واحدة تقلد عباية الثاني، بس مين الشاطرة اللي تطلع وتبرز؟ فأنت كيف تجيبين أفكارك؟ صراحة جزء كبير من أفكاري أنا من خيالي، يعني حتى دائما أخواني يضحكون علي لو شافوا تحفة يقولوا لي إيش رأيك فيها، تنفع موديل؟ من كثر ما أنا أتخيل في أي مجال، لوحة، رسمة، ممكن فازة ورد أتخيل منها الألوان، يعني خيالي جدا واسع. بس في النهاية أنا ما أقدر يعني أغرد خارج السرب، ضروري أشوف الفاشن شو الديزاينرز الكبار وين وصلوا، إيش الترندز، أخذها منهم أكيد. أنا ما أقدر أكون الحالي، يعني خيالية جدا ما أقدر. في النهاية هذه عباية، يعني العباية لها قيود مختلفة شوي عن اللبس. مظبوط. صح، في يعني دائما أنا أقول ترى بالفاشن ما في رولز، في العبايات في خطوط إحنا لازم نمشي عليها. مظبوط. صح، خصوصا أساسيات لعباية السيدة السعودية، وفي أشياء إحنا نبغاها. وطبعا دحين مع دخول موسم الصيف بنغير خزانتنا ونجيب العبي اللي بتريحنا، العملية الخفيفة الباردة اللي إحنا بالجد يعني لازم تكون موجودة عندنا. لكن كلمينا عن هذه العبايات الصيفية وتصميماتها. أنا أقول العبايات دائما يعني مطلوبة من السيدة، خاصة إحنا في دولة محافظة وهو زينا الرسمي. صحيح، بس في الصيف يعني بسبب الحر الـ 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 يعني السيدة تمل شوي، أتوقع كلنا، يعني غير الشتوي خلاص قطعتين ثلاثة ماكسيمم، أما الصيفي مع الحر حتى نفسيتك تحتاج أنك أنت تغيرين، تبدعين في الألوان أكثر، بالفواتح شوي غامقة. طيب خلينا نشوف مثلا هذا المثال الرائع، أحس أنه قماشها من الجينز الخفيف ولا يتهيأ لي؟ هو حرير مغسول، أنا أحب أشتغل في الحرير المغسول. رائع. هو عشان لونه سماوي أنت حسيتي جينز، حسيته زي الجينز. وهذا الشيء الحلو أنك أنت أخذ الفاشن الموضة ومحولته العباية قماشها خفيف وعملي.